إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واستعدوا قبل الموت لما بعد الموت، وتذكروا لقاء الله والوقوف بين يديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تذكروا عباد الله يوم القيامة، وهو يوم حساب العباد على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، حيث يضع الله الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا، ويرى الناس ميزان العدل، ويوقن الكفار بكتاب أعمالهم كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عباد الله، من مظاهر عدل الله سبحانه في ذلك اليوم العظيم انطاق جوارح الإنسان، يده ورجله وعظامه ودمه، لتكون شهوداً عليه. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، أي على فمه، فيقال لأركانه: انطقي. فقال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. رواه الإمام مسلم في صحيحه. عباد الله، يا له من حديث عظيم تحدث به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بوحي من الله، وهو جالس بين أصحابه، والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. وخير من يفسر هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. ولذلك قال التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. عباد الله، في هذا الحديث الشريف يخبر أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالساً بين أصحابه فضحك، لأن الله أطلعه على أمر عظيم، ثم أخبرهم عن سبب ذلك، ألا وهو مخاطبة العبد ربه وهو يريد الهروب من فضائحه حينما يسأله الله جل وعلا وهو أعلم عن عمله. دل هذا الحديث العظيم على أنه لا بد من لقاء الله والوقوف بين يديه ومحاسبة العباد، فلا تغفلوا ولا تستهينوا. ودل أيضا على أن الإنسان ظلوم جهول، وأنه أكثر شيء جدلا. ودل أيضا على كمال عدل الله، وأنه لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ودل أيضا على أن الله جل وعلا
على كل شيء قدير، حيث ينطق الأعضاء فتشهد على صاحبها بما عمل، فليس هناك مهرب. وإذا كنت تتخفى من الناس عند فعل ما يسخط الله، فهل تستطيع أن تستخفي من نفسك؟ فإن أعضاءك ستشهد عليك، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يؤكد شهادتها الكرام الكاتبون، وهم الملائكة الذين يحصون على الناس أعمالهم ويكتبونها، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن هذه الشهادة من الجوارح على الإنسان، إنما هي في الأعمال الظاهرة المشاهدة، ولكن هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو أن الله جل وعلا يعلم ظاهرك ويعلم باطنك ويعلم ما يدور في نفسك، بل إن الله جل جلاله يعلم السر وأخفى، أي يعلم ما تحدثت به نفسك وكذلك ما سوف تحدث به نفسك. فاللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين.